طبعا على مهلك، على مهلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد، فيديو أسري من مصيد رشيد من عند عم ربيع البراوي، برج رشيد يا جماعة، مصب النيل، آخر مصب النيل. إن شاء الله إحنا في رحلة أسرية النهاردة، نازلين برضو إيه في نفس المكان ده، إحنا بنحب المكان ده والبيت عندي بيحب المكان ده. فإن شاء الله النهاردة طبعاً العيال بينزلوا البحر بيستحمم وكده، وأنا إن شاء الله طبعاً هنمارس هوايتي النهاردة، بعود 3 متر 60. قفلة طويلة يا جماعة، عود دايوة، عود دايوة عليه مكنة يا جماعة 4000، مكنة خفيفة، عليه خيط بريد يا جماعة 18. هنهتم انا بتفاصيل العدة، لان الفيديو اللي فات انا كنت مقصر الكلام في العدة ولقيت ناس مهتمية. طبعا هنجهز العود يا جماعة من الالف للياء، هنجهز عود واحد وبناء عليه انا هنجهز بقية العدة. النهاردة طبعا مبدئيا انا شغال بتوع مدود مشرشة زي ما انتم شايفين اهو، هنفتح كيس اهو يا جماعه، هنشتغل عليه بسلاح، هنشتغل عليه بسلاح 7، الكونه 7. طبعا اول حاجه يا جماعه انا بنعدي الشعر بتاعي من الدرق كده، بما ان انا الشعر بتاعي خفيف وعدتي خفيفه فانا هنشتغل برصاصه خفيفه، لان العود بيديني كاست كويس في التشويح وانا ايه وانا بنرمي رصاصه. معايا رصاصه، معايا رصاصه 40 جرام، الرصاصة بتبقى حرة معايا. نركب عليها مدور، المدور ده قديم شوية بس أنا مش مزعلني في حاجة، ربطة المدور بتاعتنا زي ما احنا متعودين. انتظرونا بقى، هنروح على المرمى هنطعم قدامكم. انا هنجهز 3 عداء عود ان شاء الله، هنشتغل بيه سردين وهنرقده وهنسيبه، والعود الثاني هنلم له جريات من على المرمى، والعود الثالث هيبقى مشرشر وعلى ايدي. تابعونا وانتظرونا لما نروح على المرمى هنوصف لكم بقيه الكلام. Hey!
عايز نلم جرات يا جماعه عشان الجديد هنقص السردين ده كده. هننزل الشيل ده الميه ان شاء الله. طبعا يا جماعه احنا الوقت ده البحر خاسس زي ما انتم شايفين، دي كده حسه نقص او حسه جزر يبقى البحر خاسس فيها. ف اوقات الايام دي السمك بيظهر بين الحصتين في وقت الجزر. في اول الشهر العربي السمك بيظهر في وقت المد، احنا في اخر الشهر العربي دلوقتي، فان شاء الله السمك بين الحصتين، يعني ان شاء الله الوقت ده مناسب باذن الله. المشرشر اهو يا جماعه التطعيمه بتاعته، ده صنار 7. هي لولي بالراحة بقى عشان متعوريش. بص في الكاميرا ماشي يا لولي. ده العود ال 3 متر 60 يا جماعه. هنشوح ده احلى سمك جرات هيصطاد ان شاء الله. مرة تانية اهيت بقى معانا اتنين كده همت، الله يجعلهم طعم. ننزل بالشلب تاني. جراية وبرغوت جنب وجمبراية، هنا في جمبراية طعم الجرات اهو كده يا جماعه ان شاء الله. بعد ما الشرطه كده نشيل القشره اللي فوق دي، القشرة اللي في البطن والقشرة اللي في الظهر.
وبنعدي السلاح يا جماعة من أي رجل مفتوحة، ممكن نعديه من الرجل اللي بعد منها وممكن نعلقه بس كده. سرحة هي فهتقفل المراكب كبست علينا، هتبوظ المرمى وهتعكسنا احلى معاكسة. ربنا يسترها يا رب ويسلم. تعالى تعالوا جبنا هنا بلوك. ده لوت يا جماعة، لوت ومكرونة. اللوت طبعا بيكبر، يا للأسف بلع. المفروض ان احنا نرجعه المية بس هي بلع. لو لقيت نفسي عورتها هناخدها، لو ما عورتهاش هنرجعها المية تاني. لوت صغير. برضه اهي انا هنسيبها في الميه، لو عامت الله يسهل لها، لو قعدت هناخدها. للاسف خلصت. للأسف السمكة خلصت فيظهر إن هي نصيبنا. طبعا دي بقى المكرونة اللي هي ايه عدوتنا هنا. السمكة دي لما بنشوفوها هنا ما بنتبشرش بالخير. عيني تعلمي تصويرك يبقى عينك في الايه. ماشي معاك انا على مهلك. على مهل. حاول تنور. الله ينور عليك. يا الصلاة على النبي. على مهلك، على مهلك. يلا بينا على البر بقى. الله الصلاة على النبي. بسم الله ما شاء الله. الله بسم الله ما شاء الله. يا ميسر يا رب. الرزق حلو اهو. يا رب يا كريم. يا رب يا كريم. هي جايه متاخره بس الحمد لله رب العالمين. ربنا اردني اجمل لكم الفيديو. يا رب يا كريم. يا رب يا كريم ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. على وش أمير ابن خالي. على كريم عروسة حلوة هي. لسه بنقول له الطلعة منظورة يا أمير لو ما خدناك سبق. لسه بيقول الساعة دي ساعة عز. لو بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله يا جماعة عشان نسلكها. حتة حلوة هي. الله أكبر اللهم بارك. يلا كده أظن دي نهاية الفيديو إن شاء الله. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك واشتركوا عندنا في القناة. لو جت حاجة ما أظنش إن إحنا هنعرف نديلها أكشن يعني.
هو النهار لسه بدأ يروح. اي اسبوع حلو. ماشي يلا شوف سنارتك. ماشي.